صحيفة اندبندنت البريطانية حذرت في تقرير لها من خطورة انسحاب الرئيس الأمريكي من معاهدة الأسلحة النووية في فترة الحرب الباردة مع روسيا. بحسب الصحيفة هذا الانسحاب قد يؤدي إلى تصعيد التوتر مع الصين، وأوضحت الصحيفة أن هذا القرار إذا اتخذ بالفعل فإنه سيسمح للصين بتطوير ونشر صواريخ أرضية متطورة بشكل متزايد، ساعتها هيكون ليها الحق في ده، بما في ذلك الصواريخ المصممة لاستهداف حاملات الطائرات الأمريكية التي تقوم بدوريات في غرب المحيط الهادي. الصحيفة نقلت عن دان بلومنتال وهو المسؤول السابق في البنتاغون، نقلت عنه أنه الانسحاب من المعاهدة هيسمح للولايات المتحدة بإطلاق صواريخ تقليدية سهلة التحليق عبر الطرق في أماكن زي جوام وزي اليابان، وهذا من شأنه أن يجعل من الصعب على الصين ضرب السفن والقواعد الأمريكية في المنطقة، لأنها تحتاج إلى إنفاق المزيد من الدفاعات الصاروخية، وهذا يجبر البلاد على سباق تسلح مكلف.